حاسس بالحرارة بتزحف عليك، انت ما سبتش الفرن والع ولا حاجة. دي ألعاب شهر 6 المميزة بتقرب منك، فسيب الكمادات وركز معايا عشان هقدم لك قايمة بأهم ألعاب شهر يونيو في السريع. نفتتح القايمة بلعبة سيلت، وهي لعبة سريالية تدور حول حل الألغاز واستكشاف أعماق البحار، وتتميز زي ما انتوا شايفين بالرسم الفني المبدع والمميز والأجواء اللي بتجمع ما بين الغموض والسلام. سيلت مكرر لها الإصدار على جميع المنصات والبي سي يوم 1/6. سول دايرز لعبة مترويدفينيا وأكشن أدفنشر بعناصر من ألعاب الار بي جي، وديك من الألعاب اللي عيني عليها ومنتظر منها الكثير. سول دايرز مكرر لها الإصدار على جميع المنصات والبي سي. اللعبة المثيرة للجدل من وقت الإعلان عنها ديابلو إيمورتال هتصدر أخيرا على أنظمة المحمول والبي سي، وهتكون مجانية للتحميل، يعني توقعوا كم هائل من التعاملات الصغيرة أو المايكرو ترانزاكشنز، وقد أعذر من أنذر، لكن اللعبة ممكن تكون ممتعة. كأس العالم هيجي بدري عن نينتندو سويتش مع ماريو سترايكرز باتل ليج. فانز السلسلة انتظروا كثير، ونينتندو على وشك تقديم أكثر الأجزاء عمقاً وإمتاعاً. اربطوا حذائكم واجهزوا، لأن ماريو سترايكرز باتل ليج هتنزل يوم 10/6. محبي ألعاب الرعب والسرد القصصي التفاعلي على موعد مع The Quarry، المتوقع لها أن تكون من نجوم الصيف، وبخاصة مع وعد المتطورين بتشعب القصة بشكل مرضي يجعل للاختيارات معنى حقيقي. The Quarry مقرر لها الإصدار على البي سي وجميع منصات البلاي ستيشن والأكس بوكس يوم 10/6. لمدمني الأدرينالين والسرعة، مفيش وايب أوت أو اف زيرو جديدة، مفيش مشكلة، لأن ريد أوت الجزء الثاني في الطريق. لو اللعبة ديت اكتفت إنها تبقى زي الجزء الأول فأنا ببصم عليها بالعشرة للناس اللي بتحب النوع دوت من الألعاب. ريد أوت 2 مقرر لها الإصدار على جميع المنصات والبي سي يوم 16/6. بعد طول انتظار فول جايز هتنزل اخيرا على السويتش والاكس بوكس، وفي نسخة ايضا للبلاي ستيشن 5 والقنبلة. اللعبة هتبقى مجانية التحميل، يعني فول جايز دلوقتي هتقدروا تلعبوها على جميع المنصات ابتداء من يوم 21/6. قول الزمان ارجع يا زمان، وهيرجع مع تجميعة العاب سونيك الكلاسيكية سونيك أوريجينز، واللي هتضم أربع ألعاب محسنة وهم سونيك الأصلية وسونيك 2 وسونيك أنناكلز وسونيك سي دي. التجميعة ديت هتهبط على جميع المنصات والبي سي يوم 23/6. محبي ألعاب الهاكن سلاش وألعاب الووريورز على موعد مع فاير أمبلم ووريورز 3 هوبس، في مغامرة تعتبر سبين أوف من العظيمة 3 هاوزز. طبعا اللعبة حصرية على النينتندو سويتش ومقرر لها الإصدار يوم 24/6. شعرك ابتدى ينبت بعد ما قفلت ألدن رينج؟ استعد للزلبطة من تاني يا معلم، لأن توسيعة كاب هيد ذا ديليشس لاست كورس في الطريق، وهتضيف مراحل جديدة ورؤساء جدد وأيضا شخصية جديدة للعب. كاب هيد ذا ديليشس لاست كورس مقرر لها الإصدار في يوم 30/6. وأخيرا حان وقت الصيد ومحاربة المزيد من المونستيز مع توسيعة مونستر هانتر رايز سانبريك. التوسيعة ديت هتبقى متاحة على نسخة النينتندو سويتش وكذلك نسخة البي سي أيضا يوم 30/6. وبكده أبقى قدمت لكم في السريع قايمة بأهم الألعاب المنتظرة في شهر 6. أتمنى أن أنا أكون اديت لكم أفكار لألعاب جديدة تجربوها. لو في حاجة أنا تغاضيت عنها أو نسيتها ياريت تقولوا لنا عنها في الكومنت سكشن للإفادة. لو قضيت وقت لطيف معايا ياريت تعملوا لايك على الفيديو يا جماعة، دوت بيساعد القناة بشكل كبير. ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتواها أول بأول. متشكر للمشاهدة ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.